اما فيما يتعلق بالحوار الجاري الان والمسارعه فيه الى تقديم هذه التنازلات المشينه لعقيله صالح الذي يمثل حفتر في حقيقه الامر وانهم يريدون ان يقدموا له المصرف المركزي وفي احتمال يعطوه الرئاسي أقول هذا ما كانش يحلم به حفتر حتى بالسلاح قعد عام وشهرين يقاتل بالسلاح وبالحرب ما كانش في ذهنه أن لما يخش طرابلس هو بيستولي على هذين المنصبين المهمين لأنه اللي يمسك المال مصرف ليه يكون في يده والرئاسي اللي هو عنده القرارات في يده شو مازال يحتاج هو؟ يعني انتم تقدمون للمهزوم للطرف المهزوم المعتدي تقدمون له على طبق من فضه ما لم يحلم به حتى بالسلاح هزم وهذا امر في غايه العجب لا ينقضي منه العجب لا يعقل ما وجدنا في التاريخ من يفعل هذا ان طرف مهزوم هو الذي يقدم له المناصب وتقدم ويسعى له ويسترضى ويعطى ما يريد